حويس عبد العزيز المدير العام لشركه دانيالاند المنجزه لهذا الخط الاول ديال التليفيريك ديال اكادير. هذا الخط الاول اللي كيربط بين المدينه ديال اكادير والقصبه ديال اكادير وفلا، القصبه ديال اكادير وفلا اللي نالت الاعجاب ديال الزوار ديالها بين البارح واليوم، لان شيء لا يتصور كيفاش الناس عجبتهم القصبه في الحله ديالها الجديده في اطار البرنامج الملكي اللي اعطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله في 2020. وصراحه الناس اعجبوا بالقصبه ديال اكادير وفلا في الشطر ديالها الاول، باقي كاين الشطر الثاني والشطر الثالث، ولا تنجزوا هاد الاشطر كلهم غادي تكون عندها واحد الجاذبيه اكثر فاكثر، وغادي تستقطب اكثر فاكثر من السياح، وهذا تيطمئن حنايا على ان هذا المشروع ان شاء الله ناجح. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه وان هذوك المسؤولين اللي حضروا في اللي حضروا البارح في التدشين ديال هذا المشروع حضرت معهم انا، واكتشفت بانه كاين واحد المجموعه من المشاريع مجاوره لهذا المشروع ديال التليفيريك، وهذوك المشاريع واحد خمسه ديال المشاريع الى تنجزوا من هنا ل 2024 غادي يزيدوا واحد الجماليه، وغادي يزيدوا اكثر، غادي تولي المدينه ديال اكادير اكثر استقطابا واكثر جاذبيه، وغادي تكون عندهم واحد القيمه مضافه كبيره على المدينه ديال اكادير. وغادي هذا الشيء كيشجعنا اننا نزيدوا لقدام ونجزوا ما تبقى من دانيالاند، الخط الثاني ديال التليفيريك وباقي لي زاتراكسيون اللي عندنا في الهضبه الخلفيه ديال اكادير وفلا. وان شاء الله غادي تولي اكادير باذن الله تجذب اكثر عدد من السياح، وفي نفس الوقت غادي تكري بوكو دومبلوا، وفي نفس الوقت غادي نجذبوا غادي تكون عندها الجاذبيه حتى ديال المستثمرين الاخرين، لعل وعسى ان هذه المدينه تكون نميزوها انها تكون اون فيل داتراكسيون، اون فيل دانيماسيون توريستيك، اون فيل ديال الرفاهيه وديال التنشيط السياحي. كما كتشوفوا الحمد لله اليوم الاول يعني افتتحنا المشروع وكاين ناس كتار، ومع ذلك كاينه لا فلويديتي. علاش؟ لان كاينين 29 ديال العربات، وكل عربه كتهز 8 ديال الناس، وبين العربه والعربه كاينه بين لكابين ولكابين كاينه تقريبا فقط نصف دقيقه، دونك لو طون داتونت ما كثيرش بالنسبه للطلوع وبالنسبه للنزول. كاينه اون سيرتين فلويديتي لان لو تيليفيريك نجزناه على انه يقدر يعني ينقل اكثر من 3 مليون سائح سنويا، يعني لا كاباسيتي ديالو من الاول درناها كبيره، لعل وعسى من دابا 20 او 30 سنه الى ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا هذا العدد ديال السياح يقدر هذا التليفيريك يستقطبهم بدون اي مشكل الحمد لله. شكرا. عبد الكريم ازنفر المدير العام لشركه التنميه الجهويه والسياحه سوس مسا. قصبه اكادير وفلا معروفه حموله تاريخيه، التهيئه ديالها والترميم ديالها داخل في البرنامج الملكي 2020-2024 تشرفنا بالانجاز ديالو مع فريق متعدد الاختصاصات وشركاء متعددين. من بعد 24 شهر ديال العمل الحمد لله في الافتتاح الاولي ديال الاسوار الخارجيه والفضاءات الخارجيه بتكامل مع مشروع ديال التليفيريك في اطار تكامل ما بين استثمارات العموميه واستثمارات الخاصه. قيمه مضافه كنطمحوها ان شاء الله باش تكون واحد منتوج سياحي اضافي بالنسبه للمنتوج السياحي اللي معروفه به اكادير، اللي فيه ما هو ثقافي اضافه على الخاصيه ديال اكادير كوجهه شاطئيه ولا على المستوى الوطني. نتمنى الله بان في نهايه السنه ان شاء الله حتى الدخل ديال الاسوار والتهيئه ديالهم غادي تكون واجده باش يتفتتح الفضاء كله ان شاء الله بالنسبه للزوار بدايه ديال 2023.